يا ليلي يا ليلي من غرام وليلتها حزنيني بينه وبيني يا قلبي خطوة واحدة يعني مش خيال. أرق عروسة في الوسط الفني ملك أورا تحتفل بزفافها على البحر. أهلا بكم في قناة منوعات بوتة لأخبار الفن والفنانين والمشاهير وأحدث ترندات على السوشيال ميديا. يشرفني اشتراكك في القناة، بس ما تنساش اللايك والكومنت الجميل. شاركت الفنانة ملك أورا متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام صور ليها من حفل زفافها اللي فاجئت بيه الجميع ولم تعلن عن هوية عرسها، وقد نشرت صور لها بالفستان الأبيض على سرير وسط بالونات مكتوب عليها العروسة ملك، وقد أثنت على القائمين على جلسة التصوير اللي خضعت ليها حيث ظهرت في الصور كملكة متوجة ورقيقة جدا، مما أدهش متابعيها وجمهورها اللي باركولها على الزواج ومعلقين إن عرسها محظوظ للارتباط بيها وتغزلوا فيها ومنتظرين منها معلومات عن عرسها. وعلى جانب آخر في آخر أعمالها هو جريمة منتصف الليل اللي انضمت مؤخرا لفريق العمل به، وهو وآخر أعمالها فيلم جوازة توكسيك بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد وهيدي كرم. وملك أورا تبلغ من العمر 30 سنة. والدها ورجل الأعمال المشهور محمد أورا ووالدتها الفنانة عبير منير، وقد حصلت سابقا على جائزة أحسن ممثلة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وأهم أعمالها شمس حالة عشق يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي من غرام وليلتها حزنيني بينه وبيني يا قلبي خطوة واحدة يعني مش خيال.